هلا انا ثورة وقناه ميجا فيلم، واليوم رجعنا لكم بهذا الاسبوع بقائمه تلمس البسمه والضحكه بالتاكيد. قائمه الافلام الكوميديه سبق نزلت عن الافلام الكوميديه من فتره طويله جدا، ولكن هذا جزء ثاني راح اخصص لها قائمه تشغيل واحط الجزء السابق وهذا الجزء، وان شاء الله راح يكون في اجزاء قادمه. فجبت 10 افلام تصنيفها كوميدي ممتعه وحبيت مشاهدتها، رتبتها لكم من جيد جدا الى الممتاز. تم اضافه ميزه التشكرات وهي ميزه جدا مميزه، تقدر تدعمني عن طريق الدعم المادي، وتعليق الداعم راح يكون موجود الأول في التعليقات، فلو أنتم من الداعمين لهذه الميزة بكون شاكر لكم. إذا عندكم أي فيلم أو مسلسل تحسون أنه غير مشهور اكتبوه تحت بالتعليقات، هذا الأمر جدا راح يفيد القناة بشكل ما تتصورونه. Cops are involved in the story that I'm working on. Well, that's a real shame. Oops. Hey, remember how we used to be in love? Yeah. That means I know when you're crying for real and when you're faking it. Bye bye. جيرارد باتلر وجينيفر آنستون في هذا الفيلم، واللي أضافوا الكثير له أيضا الحماس والضحك، أشياء راح ترافقكم خلال هذا الفيلم. مايلو شخص مسطول ما صدق إن زواجه انتهى بالطلاق، شغله الشاغل العمل كصياد جوائز. بتقول لي ثامر كيف؟ شوفوا هذه الوظيفة فكرتها أنك تحاول القبض على المجرمين الفارين من العدالة. بتقول لي ثامر وين العنصر المضحك في هذا الفيلم؟ حبيبنا مسطول يتم طلب منه وعده بمكافأة كبيرة إذا حاول القبض على طريقته. موقف مخيف ومضحك، وش راح يسوي؟ كيف سيحاول التعامل مع هذا الامر المخيف؟ حظه سيء جدا، شوفوا الفيلم وراح يعجبكم. You ain't kill none. So shut the fuck up and chill some. Just cause you look like Kim Jong-un doesn't mean you're ill, son. فيلم كوميدي حماسي وعجبني، من قصة من خارج الصندوق وأحداث رهيبة، ولو أنتم من النوع اللي يحب الباتل راب أو الراب بشكل عام فراح تستمتعون. الفيلم فيه الضحك والقصة الحلوة، فيه طالب عادي جدا ولا يجري كثير في حياته. الصدمة أول ما يقرر الدخول في مجال الراب والتحديات، وهو حرفيا يخاف دائما وشخصيته شوي ضعيفة. بتقول لي ثامر ليش قاعد يدخل هذا المجال؟ علشان يحاول عمل دراسة عنه، لأنه طالب ويحاول إيجاد الدراسة اللي تخليه في القمة. ولكن صدقوني راح تنصدمون باللي راح يصير له. يكفي ان الرابر المبدع والمتخصص بالباتل راب ديزاستر موجود فيه. هنا بقول لكم الفيلم يعني حماس من الاخر. His name is Charles Xavier. He's a professor. He's in a wheelchair. Charles Xavier, well, you found me out. Cyclops, Rogue, we're all here. Now come closer. Oh my god. فيلم فانتواج فيه الضحك والقصة الشيقة. بيلي ونيك أشخاص يحاولون العمل في مجال المبيعات، ولكن الصدمة أنهم قاعدين يشوفون التطور السريع في التكنولوجيا، هذا الأمر دمر عملهم. تبدأ قصتنا الرئيسية أول ما يجدون نفسهم في التدريبات في شركة جوجل، وهم حرفيا ما لهم خبرة كبيرة في هذا المجال. من هنا تبدأ أحداث كوميدية وتحدي جميل من هذا الفيلم. I'm your trainer, Mike. You can't be my trainer. Maybe I believe you ate my trainer. Time to train. What have I done? هذا الفيلم يعتبر حلو، راح يعلمكم رسالة حلوة لو عطيتوه فرصة. دينيرو سيلفستر ستالون في هذا الفيلم، واللي أضافوا كثير أيضا له، في ملاكمين متقاعدين وهم كبيرين في العمر من 30 سنة ما زال بينهم الحقد والكره، والكل ما يحب الثاني. الصدمة أول ما تصير بينهم مباراة ملاكمة أخيرة، من هنا تبدأ قصتنا وش راح يصير وما سر الحق والكره بينهم. الممتع فيه أحداث شيقة وقصة تستاهل فرصة بالتأكيد. I could use your phone. My house? I can watch the kid after school. I can do $11 an hour. Let's go! Here's a dime. Call your mom. Costs more than a dime. All right, here. فيلم من أفلام 2014، وسبق قلت لكم أن هذه السنة تعتبر من أفضل السنوات بالنسبة لي، وأيضا 1995، ولكن سنة 2014 حرفيا كان كل فيلم ينزل فيها جميل إلى يومكم هذا وأنا مو عارف السبب. الفيلم هذا يعتبر فيلم ممتع وممكن ناخذ منه رسالة حلوة. يتكلم عن صبي صغير اللي عمره 12 سنة، أبوه يعاني من صعوبات هذه الحياة. تبدأ قصتنا أول ما يتعرف على جاره الودود واللي سالفته سالفة. الفيلم ماخذ على IMDb 7.2 من 100,000 صوت، هذا يدل على جودة الفيلم ممتاز، وأنا عن نفسي شاهدت 2014 وإلى يومكم هذا ما نسيته وما نسيت المتعة اللي فيه. We stopped serving breakfast at 10:30. No! Oh please, don't cry, don't cry. You got a happy meal? Can we get a happy meal? We'll stop in the kitchen and get a happy meal.
صدقوني هذا الفيلم تجربة حلوة وممتعة، يعني إذا تبون تشوفون فيلم يغير جوكم وخفيف أختار لكم هذا الفيلم. سوني شخص يشتغل في أعمال حرة عادية ويعتمد على التعويض المالي اللي حصل عليه بسبب حادث سيارة. سوني عنده مشاكل كثيرة. الضحك والحماس يبدأ أول ما تترك صديقته ابنها معه. راح نشوف سوني يحاول تغيير حياته وكشف سر المسؤولية وش راح يصير له وكيف راح يتعامل معه. فيلم يمكن ما يجذب من القصة ولكن عطوه فرصة واحكموا. شوفوا تخيلوا معي تقعدون من النوم تلقون كاميرا بوجهكم، والمشكلة وين ما تروح تلحقكم، يعني حرفيا لو تسوون اي شيء بتصوره في قناة تلفزيونية. قالت ليش ما نختار اي شخص ونصور حياته اليومية وبثها. يبدأ الحماس اول ما يتم اختيار الدكلير واللي وافق على هذا القرار الغريب. وش راح يصير له وكيف سيتعامل مع هذه القناة؟ فيلم رهيب ومظلوم لحد النخاء. وزيدكم من الشعر بيت ايضا الفيلم من ابداع ماثيو ماكونهي، يعني كذا خلاص خذوا التذكرة وانتم مطمئنين. Now he's a rough customer. What are you staring at, four eyes? You want to start me up? Just open the choke and pull the cord, pal. What is your problem? I got no beef with you. جيم كيري ممثل مبدع في هذه القائمة له فيلمين، وهذا الأول والثاني راح أتكلم عنه بعد شوي، ولكن هذا الفيلم تجربة ممتعة ومتأكد لو أعطيتوه فرصة ما راح تندمون. تشويق وأحداث كوميدية جميلة وغريبة بنفس الوقت. بتقول لي ليش؟ تخيلوا معي لو في واحد من المشتركين شرطي يعامل الكل باحترام بس ما يجد المعاملة بالمثل، فجأة يصير عنده خلل ويتحول من شخص لطيف إلى العكس. هذه قصة الشرطي اللي معنا شارلي، يجد نفسه في هذا الموقف واللي جعله إنسان مجرم وبنفس الوقت هو إنسان مسالم. فالسؤال كيف حدث هذا الأمر وليش بالضبط؟ فيلم إذا شاهدتموه راح تعرفون سر هذا الأمر. فيه الضحك والقصة الحلوة، فهو تذكرة تستحق الأخذ. حددني واحد ضمن الأفلام الكوميدية الرهيبة والممتعة مكون من جزئين، ولو أي شخص منكم ما شاهده بقول لكم يحظكم، راح تمرون بضحك وفرفشة صعب تجدونها في أي فيلم كوميدي ثاني. جهز الفشار والأكل واستمتع، وما راح أتكلم كثير عن هذا الفيلم، يكفي أنه من إبداع جيم كيري، خلاص ما أحتاج أكمل. يتكلم عن محقق مسطول مختص بعالم الحيوانات والغباء يعشق هذا الشخص. الشيء الغريب أول ما يتم الاستعانة به علشان يحاول البحث عن تميمة الحظ وعن الدولفين، من هنا راح ننطلق معه في مغامرة مضحكة من الغباء توقفها صعب جدا. ولا تنسون خذوا مني تذكرة هذا الجزء، وفي يوم ثاني أو في نفس اليوم حتى خذوا تذكرة الجزء الثاني، فهو أيضا يعتبر فيلم ممتاز ويمكن نتكلم عنه بعدين. Brand new fake ID. Wait, you changed your name to McLovin? Doesn't even have a first name, it just says McLovin. This guy's either gonna think here's another kid with a fake ID or here's McLovin, the 25-year-old Hawaiian organ donor. I am McLovin. ومعنا الأفضل بالتأكيد بهذه القائمة وأنا مغمض أعطيه المركز الأول. نفس الكلام اللي قلته على المركز الثاني ينطبق على هذا الفيلم. جهزوا الفشار وتجهزوا لتجربة لا يمكن تفويتها من كوميديا صعب تكرارها، وركزوا لي على المسطول اللي مزور بطاقة سالفتها سالفة. ما أبي أتكلم عن المتعة اللي بهذا الفيلم للحرق. شوفوا في ثلاث أصدقاء الحياة غربلتهم غربلة، يعيشون أيامهم الأخيرة في المدرسة. يبدأ رحلتنا المضحكة أول ما يقررون دخول إلى حفلة واللي راح تقودنا إلى مواقف مضحكة وغريبة، فبالراحة انجوي بهذا الفيلم.